عليكم، أنا رضا فلاح عودة، مغربية وبابا مغربي وأمي فلسطينية، وهي جواز المغربي. إحنا من سكان غزة وتم تهجيرنا للجنوب. حاليا إحنا في مركز إيواء، مركز ما فيش فيه مقومات حياة، لا في مية، بننام على الأرض، وما فيش 50 نفر في أوضة، صغيرة كتير. كنا مكدسين، احنا اسمائنا طلع على المعبر، انا واخواتي الثلاثه، ورحنا على المعبر تحت القصف اكثر من مرتين او 3 مرات. ابويا وامي مش طالع اسمائهم، ومع ذلك بابا خاطر وودانا عشان نطلع. في المرتين او 3 ما لقيناش حد يستقبلنا، ما لقيناش مندوب السفاره يستقبلنا، ومع ذلك بابا ودانا اكثر من مره تحت القصف والخطر. وكان القصف قريب منا، وقصف مساجد ودور بالنا، ورحنا وخطرنا. ما فيش مقومات الحياة، وإحنا مش عايشين هان، وبنستنى قاعدين إنه حد يبعث لنا أو حد يطلعنا من اللي إحنا فيه. في النهاية بطالب إنه حد يشوف المغاربة أو الناس اللي عالقين وقاعدين بيستنوا المندوب أو أي حد من الدولة يناديهم أو يجيبهم على بلدهم. وبتمنى توصل هاي الرسالة للمندوب أو الوزراء تبع المغرب، ويشوفوا حال المغربيين العالقين في غزة، لا لاقيين أكل ولا مية ولا مكان، واحتمال في أي وقت نطلع من هنا من خان يونس ويهجرون على رفح. وأبصر نعيش للساعة الجاية، بس بتمنى هاي الرسالة توصل للرؤساء والوزراء المغرب. محمد لوباد، وهي تالا لوباد، وهي ماريا أختي الصغيرة. إحنا ماما مغربية وبابا فلسطيني. احنا كنا رايحين على المعبر، طردونا من المعبر لانه فيش السفير المغربي. رحنا كنا في دارنا، طلعونا من دارنا اليهود، ورحنا على مركز ايواء. القصف كله حياتنا، كل حوالينا، والمكان كله شو اسمه، فيش مقومات حياه، تجيش الكهرباء ولا الميه، فيش ناكل اشياء، مننام على الارض. اتمنى توصل الرساله للسفير. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.